أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد وآله الطاهرين ولعنه الله على أعدائهم اجمعين الى يوم الدين لا زال كلامنا في النصوص التي نص بها الله ورسوله صلى الله عليه وآله على ولاية أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام والأئمة المعصومين. من جملة الأحاديث ما رواه عدة من أصحاب الإمام الباقر عليه السلام عن أبي جعفر قال أمر الله عز وجل رسوله بولاية علي وأنزل عليه إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون وفرض ولاية أولي الأمر فلم يدروا ما هي فأمر الله محمدا صلى الله عليه واله أن يفسر لهم الولاية كما فسر لهم الصلاة والزكاة والصوم والحج فلما أتاه ذلك من الله ضاق بذلك صدر رسول الله صلى الله عليه واله وتخوف أن يرتدوا عن دينهم وأن يكذبوه فضاق صدره وراجع ربه عز وجل فأوحى الله عز وجل إليه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فصدع بامر الله تعالى ذكره فقام بولايه علي عليه السلام يوم غدير خم فنادى الصلاه جامعه وامر الناس ان يبلغ الشاهد الغائب. وقال ابو جعفر عليه السلام: وكانت الفريضه تنزل بعد الفريضه الاخرى وكانت الولايه اخر الفرائض. فانزل الله عز وجل اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي قال ابو جعفر عليه السلام يقول الله عز وجل لا انزل عليكم بعد هذه فريضه قد اكملت لكم الفرائض هذا الحديث الشريف يتضمن بيان بعض الايات التي نزلت في ولايه امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام وقبل ان نذكر هذا الحديث نذكر فائده لغويه ذكرها بعض اللغويين وهي ان كلمه الولايه والولايه كلمتان تدلان على معنيين الولايه بالكسر والولاية بالفتح. الولاية بالكسر بمعنى المحبة، والولاية بالفتح بمعنى السلطة. لذلك الآية الشريفة تقول هنالك الولاية لله الحق في يوم القيامة، السلطة المطلقة، الملك المطلق لله سبحانه وتعالى، يظهر ذلك للناس. بعد هذه الفائده اللغويه نقول ان في هذا الحديث بيان ان قوله تعالى في سوره المائده انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون هذه الايه نزلت في امير المؤمنين علي عليه الصلاه والسلام وقد ذكرنا في الحلقات الماضيه وجه دلاله هذه الايه وحاصله ان الله سبحانه وتعالى يقول انما وليكم وليكم الولي هنا ليس بمعنى المحب والناصر لان المؤمنون لان المؤمنين بعضهم اولياء بعض الله سبحانه وتعالى يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يعني بعضهم يحب البعض الاخر في الدين وبعضهم ينصر البعض الاخر في هذه الآية الله يحصر يقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا يعني علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام لا ولاية لغير هؤلاء هذا معناه أن هذه الولاية ليست بمعنى المحبة لأن المحبة عامة في جميع المؤمنين وليست محصورة بهؤلاء الثلاثة وليست بمعنى النصرة لأن النصرة أيضاً عامة لجميع المؤمنين، بعضهم ينصر بعضاً. فالحصر يدل على أن وليكم في هذه الآية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، يراد به الأولى بكم من أنفسكم. والأولى بالنفس يكون هو الحاكم وهو السلطان. وهو خليفة الرسول علي بن ابي طالب عليه الصلاة والسلام في "الذين امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون" نزلت في "أمير المؤمنين" حينما تصدق في صلاته وهو في حالة الركوع. هذه الآية ليس فيها ذكر صريح لاسم أمير المؤمنين علي بن ابي طالب، وإنما ذكره بوصفه. فلذا احتاجت الى تفسير من رسول الله صلى الله عليه واله كما ان الله سبحانه وتعالى انزل ايات الصلاه والزكاه والصوم وايات اخرى اصل التشريع الله سبحانه وتعالى بينه لكن التفاصيل والمصادق بينها رسول الله محمد صلى الله عليه واله كما قال في سوره النحل وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليهم، الله سبحانه وتعالى نزل القرآن على الرسول، لكن هذا القرآن يحتاج الى شرح، الى تفسير، وعلم الرسول التفسير والتأويل، والرسول صلى الله عليه واله بين للناس ذلك، قال سبحانه وتعالى: إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كما أن نص القرآن نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله تفسير وتأويل القرآن أيضا نزل على الرسول ولذلك الآيات التي نزلت على الرسول سبعة عشر ألف آية ستة آلاف ونيف هي نص القرآن نزلت لتكون قرآناً وأحد عشر ألف ونيف هذه نزلت كأحاديث قدسية تفسيرا وتأويلا للستة آلاف ونيف التي هي نصوص القرآن الكريم فالرسول صلى الله عليه وآله بتعليم من الله سبحانه وتعالي بين معاني الآيات وتفسيرها وتفسيرها وتأويلها فهذه الآية الرسول صلى الله عليه واله بين معناها للناس وأنها نزلت في علي بن أبي طالب بن عليه الصلاة والسلام وأنها تدل على ولايته وأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم بعد رسول الله صلى الله عليه واله. بعد ذلك الإمام الباقر يقول: فلما أتاه ذلك من الله ضاق بذلك صدر رسول الله. وتخوف ان يرتدوا عن دينهم وان يكذبوه فضاق صدره. معنى هذا المقطع ورد في ايات اخرى من القران، مثلا الله سبحانه وتعالى في سوره الحجر يقول ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. وفي سوره النمل يقول ولا تكن في ضيق مما يمكرون. وفي سوره هود يقول: فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك. يعني لولا العصمه لكنت تترك ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى عصمك. من هذه الايات نستفيد ان ضيق صدر الرسول صلى الله عليه واله والحرج الذي اصابه لم يكن من حكم الله سبحانه وتعالى ومن قضائه ومن تشريعه، كلا الرسول صلى الله عليه واله هو راض بكل ما انزله الله سبحانه وتعالى ومسرور به. لماذا كان يضيق صدره؟ لانه كان يخاف ان يخالف الناس ذلك الحكم. الشرعي ذلك القضاء الالهي فيكون من اهل النار والرسول رؤوف رحيم بالمؤمنين لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم الرسول صلى الله عليه واله عزيز عليه ما عنت الناس، عنت الناس ومشقتهم صعبة عليه. كان حريص على هدايتهم وكان رؤوفا رحيما بالمؤمنين. فلذلك لما علم انهم سوف لا يخضعون لحكم الله سبحانه وتعالى ضاق صدره. لا من الحكم وانما بسبب انه راى ان الناس اكثرهم يسقطون في هذا الامتحان السيد من طاووس رضوان الله تعالى عليه في كتاب الاقبال يقول ان موسى عليه الصلاه والسلام راجع ربه في سوره القصص اني قتلت منهم نفسا فاخاف ان يقتلون لان موسى عليه الصلاه والسلام في القضيه المعروفه راى قبطيا يتنازع مع مؤمن فضرب القبطي لانه كان المقصر فقضى عليه فوكزه موسى فقضى عليه وبعد ذلك خاف ان يقتلوه ان الملا ياتمرون بك ليقتلوك فاخرج ولذلك موسى عليه الصلاه والسلام فخرج منها خائفا يترقب فلما بعثه الله سبحانه وتعالى إلى فرعون ماذا قال راجع ربه إني قتلت بنهم نفسا فأخاف أن يقتلون أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام في بدر وأحد والأحزاب وخيبر وغيرهن كان قد قتل أبطال العرب الذين جاءوا لقتال رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وهؤلاء كانوا يحقدون عليه والرسول صلى الله عليه واله قطع النظر عن اخبار الله اياه بما سيحدث حسب الظواهر ايضا كان يعلم ان هؤلاء سوف يرفضون ولايه امير المؤمنين علي عليه الصلاه والسلام فلذلك راجع ربه انه القضيه هكذا واكثر الناس سيسقطون في الامتحان فماذا افعل ويحتمل أن مراجعة الرسول صلى الله عليه وآله ربه كانت لأجل أن ينقل هذا الأمر وتنقل هذه الفضيلة وينقل أن الرسول صلى الله عليه وآله هو لم يختار وإنما الإختيار كان من الله سبحانه وتعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون اذا جعلوا الاختيار بيدهم فهذا شرك بالله العظيم لان الاختيار صفه خاصه بالله اختيار الانبياء والاوصياء فاذا واحد يجعل لنفسه الاختيار فقد جعل لنفسه ما هو خاص بالله سبحانه وتعالى وهذا شرك طبعا من النوع الخفي منه فلذلك فلما اتاه ذلك من الله ضاق بذلك صدر رسول الله صلى الله عليه واله، لماذا ضاق؟ وتخوف ان يرتدوا عن دينهم وان يكذبوه، فضاق صدره وراجع ربه فاوحى الله عز وجل اليه يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك. يعني في علي عليه السلام الله سبحانه وتعالى انزل اية الولايه في منى. وامر الرسول باخذ البيعه من اهالي المدينه واطرافها لكن امرا موسعا. لم يكن امرا مضيقا احيانا الامر موسع انت الان عندك عامل عندك تقول له اشتري هذه الحاجه بس مو بالضروره الان تشتريها من الان الى بعد يوم كيفك هسه الان تروح بعد, تروح بعد ساعه تروح بعد ساعه تروح واحد عنده قضاء شهر رمضان كان مريض او مسافر كان مريضا او مسافرا فلم يصم يوما مثلا بعد انتهاء شهر رمضان، بعد انتهاء العيد، يقال له انه يجب عليك ان تقضي هذا اليوم، وهذا واجب موسع من ثاني شوال يجوز لك القضاء الى اخر شعبان من السنه القادمه. هذا اليوم تقدر تقضيه، هذا يصير الواجب الموسع. فنزلت آية الولاية، والرسول في منى بلغ. مجرد تبليغ. لكن اخذ البيعه ايضا نزل لكن بعنوان واجب موسع. فلما وصل رسول الله صلى الله عليه واله الى الجحفه في موضع يقال له خم، وكان هناك غدير ماء يقال له غدير خم، الوقت تضيق. هذا اخير الوقت بعد. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، لأن الدين وحده واحده. وعدم تبليغ جزء من أصول الدين هذا معناه عدم تبليغ الدين، لأنه أصل من أصول الدين، إذا لم يكن موجوداً فالدين ليس بموجود. فإن لم تفعل، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والله يعصمك من الناس، يعني شنو والله يعصمك من الناس؟ معناه انه حينما تأخذ البيعة، الله سبحانه وتعالى يقدر أخذ البيعة بكيفية أن لا يتمكن أحد من تخريب أخذ البيعة. أحيانا الإنسان يريد شيء، لكن واحد يجي بكلمة أو بتصرف يخرب القضية، فالإنسان يشوف مو صالح. مثلا الرسول في مرض وفاته قال ائتوني بكتاب ودوات اكتب لكم كتابا لن تظلوا بعدي ابدا زين ورقه وقلم حتى اكتب لكم كتاب لن تظلوا بعدي ابدا هذه كلمه لن تظلوا بعدي ابدا الرسول استعملها في مكان اخر إني تارك فيكم الثقلين الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا في مرضه أيضا كان يريد يأكد هذه الوصية فقال عمر بن الخطاب إن الرجل ليحجر هذه الكلمة حينما قالها الرسول انصرف من الكتابة قال قوموا عني وهذا رواه البخاري وغير البخاري من أئمة غير الشيعة وهو حديث متواتر قوموا عني الرسول لم يكتب وعرفت برزية يوم الخميس لماذا الرسول لم يكتب طبعا تأكيد كان لماذا لم يكتب لأن الرسول لو كان يكتب كان فيه نقض للغرض وكان ينفتح باب أن هذه الكتابة كانت في حالة الهجر والعياذ بالله. وطعن في نبوة الرسول. فهذه الكلمة خربت موضوع الكتابة. زين في يوم الغدير في بيعة الغدير آلاف من أهالي المدينة وأطرافها كانوا موجودين. يمكن واحد كان يقول كلمة يخرب المشروع. وخاصة أن الناس أكثرهم ما كانوا يرغبون إلى ذلك لكن الله سبحانه وتعالى وعد الرسول بأنه يقدر الأمر بكيفية لا يكون فيه أي تخريب لذلك أي واحد من الأشخاص لم, يخرب لم يتمكنوا من تخريب أخذ بيعة الغدير بسلاسة القضية صارت ثلاثة أيام الرجال والنساء بايعوا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام الرجال بمسح ايديهم بيده، والنساء وضع طشت ماء في طرف من الطشت، وضع امير المؤمنين عليه السلام يده، وكانت المراه تاتي وتضع يدها في الطرف الاخر من الطشت، وهذه كانت بيعه منها، ولم يحدث اي منغص لهذه البيعه، فتمت البيعه بسلاسه كامله. فصدع بأمر الله لأن الله أمره بلغ ما أنزل إليك من ربك هسه إذا الناس خالفوا فهذا هو الامتحان الله سبحانه وتعالى خلق آدم وخلق إبليس مع أنه يعلم بأن إبليس سيضل الناس سيضل الناس ثم الله سبحانه وتعالى امتحن إبليس بامتحان سقط فيه لو ما كان يأمره، لو ما كان يأمره بالسجود لآدم، إبليس ما كان يظل، لكن لأن الله أمره بالسجود لآدم، تمرد في هذا الامتحان سقط، وهكذا الله سبحانه وتعالى امتحن الأنبياء وأتباع الأنبياء. وامتحن الناس في هذه الامه او لا يرون انهم يفتنون في كل عام مره او مرتين. اذا الرسول صلى الله عليه واله التكليف ان يبلغ الناس اذا رفضوا فهذا لا يضر الله شيئا كما ان اكثر الناس كفار لا يضر الله شيئا لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. فقام بولاية علي عليه السلام يوم غدير خم فنادى الصلاة جامعة، هذه العبارة كانت تستعمل لجمع الناس، وأمر الناس أن يبلغ الشاهد الغائب حمّلهم، حتى الأمر يصل إلى الأجيال، ومن الغريب أنه وصل بشكل متواتر عن دواعي الكتمان كانت موجوده لكن اراده الرب تغلب كل اراده. فلما بايعوا امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام نزلت هذه الايه اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. طبعا قبل بيعه الغدير الرسول صلى الله عليه واله من مكه كان قد اخبر لكن مجرد خبر كان يعني في يوم نزل هذه الايه وانذر عشيرتك الاقربين الرسول جمعهم ثم عرض عليهم الاسلام وقال من يسلم منكم ما معناه سيكون خليفتي لم يقبل منهم احد الا امير المؤمنين علي عليه الصلاه والسلام والرسول اعلن أن هذا خليفتي من بعدي وفي قضايا مختلفه انت مني بمنزله هارون من موسى بين ذلك في موارد مختلفه بين لكن كان اخبار ما حملهم تكليفا وفريضه اما في يوم الغدير لا حملهم هذه الفريضه يعني شنو؟ يعني قال عليكم ان تعتقدوا بامامته وان تبايعوا له فاسمعوا له واطيعوا. فلذلك هذه الفريضه كانت اخر الفرائض مع ان الاخبار بها كان من اليوم الاول. الامام الباقر يقول: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي يقول الله عز وجل لا انزل عليكم بعد هذه فريضه قد أكملت لكم الفرائض، خلاص الدين كامل، الفرق بين الإكمال والإتمام، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، الفرق شنو هو؟ الفرق أن الكمال هو اجتماع أبعاض الشيء، أما التمام اسم الجزء الذي يتم به الشيء. انت تجيب بناء ليبني لك بيتا الجزء الاخير من عمل البناء يقال هذا تمام البناء عندما تنظر الى البيت من كل الجهات تقول بيت كامل لذا يقولون القافيه تمام البيت لا يقولون القافيه كمال البيت ويقال البيت بكماله بكله تنظر اليه كوحده واحده هذا يصير الكمال تنظر إلى الجزء الأخير الذي أتم أتممت به الشيء أو تم به الشيء تقول تمام اليوم أكملت لكم دينكم الدين واحدة واحدة لذلك بالولاية تم كمل وأتممت عليكم نعمتي النعمة مستمرة لكن النعمة في التشريع آخر جزء منها كان هذه الفريضة التي هي فريضة الولاية نعمتي في التشريع وإلا نعم الله في التكوين هذه مستمرة فإذا هذه الآية نزلت بعد أخذ البيعة من الناس لأمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام هذه بعض ال المباحث المرتبطة بهاتين الآيتين أو هذه الآيات التي ذكرها الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام، والحجة تامة، ماكو واحد في يوم القيامة يقول يا رب ما كنت أدري، يقال له إن هذه الأحاديث وصلت، مو فقط وصلت عن طريق الشيعة، عن طريق غير الشيعة وصلت. الحجة تام. لماذا أنت خالفت أمر الله وأمر رسوله لماذا خالفت الله عز وجل أنزل هذه الآيات والرسول فسرها والأحاديث بيّنت الأحاديث الصحيحة عند الجميع ومتواترة اليوم أكملت لكم دينكم لماذا تركت عليا وذهبت إلى غير عليا نقول ان المسلمين بعد الرسول بايعوه مثلا بايعوا فلانا وفلانا نقول البيعه كانت بعد الرسول فهي ليست مرتبطه بالدين، لماذا؟ لان الدين قد كمل قبل وفاه الرسول صلى الله عليه واله اليوم اكملت لكم دينكم فاي شيء حدث بعد الرسول صلى الله عليه واله من البيعه لفلان وفلان وفلان هذا لا يرتبط بالدين لان الدين كامل وانما الدين كامل بالولايه كما ذكرنا وبالولايه بالفتح وبالكسر. نسال الله سبحانه وتعالى ان يزيدنا علما ومعرفه وان نؤدي الفرائض التي فرضها الله سبحانه وتعالى علينا. هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين.